السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأوفياء لقناتنا والأم البنات، مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحوال جيدة إن شاء الله، ويلقاكم بخير وعلى خير. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، عبارة عن فطيرة بمكونات اللي هما اقتصاديين جدا، بدون تعب، بدون كثرة التعقيدات، بدون كثرة المكونات. المكونات انا متيقنة انهم كلهم متوفرين عندكم في البيت. يلا نوضوا وجدوا لي هذه الفطيرة رائعة، كتستحق انكم تجربوها، ما كتاخذش نهائيا معنا الوقت. على بركة الله ندوزو نشارك معكم المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي نحتاجو باش نحضر هذه الفطيرة، في الاول كناخدو اناء، كنضيف كأس من الماء يكون دافي، معلقة كبيرة خميرة الخبز، معلقة كبيرة من السكر حبيبات، صاشي من الفاني، 3 معالق كبار مملوئين جيدا من الزيت، في هذه الأثناء كنخلطو هاد المكونات جيدا حتى نتأكدو بأن الحبيبات ديال الخميرة دابو. من بعد ما كندوبو الحبيبات ديال الخميره، كنضيفو 5 معالق كبار مملوئين جيدا من الدقيق. بالنسبه للكميه اللي خدات ليا ديال الدقيق، خدات ليا 10 معالق كبار مملوئين جيدا من الدقيق. في الاول كنضيفو 5 معالق كبار مملوئين جيدا، وكنحركو هاد المكونات مع بعضهم حتى ينسجموا ليا بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. ضروري اننا نخلطوهم جيدا حتى يتحيدوا لينا التكتلات ديال الدقيق. من بعد ما حركت المكونات جيدا حتى انسجموا ليا مع بعضهم، كنضيفو 5 معالق كبار مملوئين جيدا من الدقيق، يعني 10 معالق كبار مملوئين جيدا من الدقيق، مع صاشي خميرة الحلويات، قليل من الملح. في هاد الأثناء كنخلطو هاد الخليط ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، طريقة اللي هي سهلة وبسيطة، ومكونات اللي هما مضبوطين البنات. 10 المعالق كبار مملوئين جيدا من الدقيق كافية البنات لهذا الخليط. هانتوما كتلاحظوا معايا القوام اللي تحصلت عليه. كنجمعوا هذا الخليط الوسط بهذا الشكل، هانتوما كتلاحظوا معايا كنجمعوه كله الوسط. بالنسبة للخليط كيكون سائل، ما كيكونش البنات عقد بزاف. في هاد الاثناء كنغطيو الاناء ببلاستيك غذائي ونخليوه حتى يتضاعف لينا الحجم ديالها. من بعد ما كيتضاعف لينا الحجم ديال الخليط كما كتلاحظوا معايا، في هاد الاثناء كنزولوا منه الهواء اللي كيكون داخل بسباتول او معلقه بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. ضروري انكم تزولوا منه هاد الهواء اللي كيكون مكون لينا في الداخل ديال. مباشره كنزولوا منها الهواء اللي كيكون الداخل. كناخدو اناء اللي كيدخل الفران، اناء ديال الكيك او اي مول بغيتو طيبو فيه هاد الفطيره، كندهنوه جيدا بالزبده. ضروري البنات انكم تدهنوه بالزبده باش ما تلصق لكمش نهائيا الفطيره او نفاشو فيه ورق ديال الطبخ. انا دهنتو جيدا بالزيت والزبده من الجوانب ومن الاسفل كما كتلاحظوا معايا. في هاد الاثناء كنفاغ فيه الفطيره بهذا الشكل، كندهن اليدين ديالي بالزيت وكنبقاو نسرحو في هاد الفطيره باش تاخذ لينا الدائره ديال المول. ممكن انكم تعملوها في مول مربع او مول دائري. انتم كتلاحظوا معايا كنبقى نبسط بها، وانا كندهن يدي بالقليل من الزيت وكنحاول انني نبسط الفطيره ديالي بهذا الشكل. من بعد ما بسطت الفطيره ديالي بهذا الشكل، كنغطيوها ببلاستيك غذائي ونخليوها جانبا حتى يضاعف لينا الحجم ديالها. بالنسبه للبنات ما تخليوهاش حتى تخمى بزاف، ضروري انكم تخليوها مده 10 دقائق. ما انتم كتلاحظوا معايا من بعد ما خليتها مده 10 دقائق لقيتها بلي انها خمات وضعف لينا الحجم ديالها، ما كتاخذش لينا الوقت نهائيا. في هذه الاثناء كناخذوا اصفى بيضاء مع قطرات من الخل وكندهنوا الفطيره ديالنا من الفوق. انتم كتلاحظوا معايا كندهنوا الفطيره من الجوانب ومن الوسط كما قلت لكم البنات. 10 المعالق ديال الدقيق كافيين في هذه الفطيره، وكتجي فطيره اللي هي رائعه وكتستحق تجيبها. من بعد ما دهنتها جيدا باصفى البيض مع قطرات من الخل، في هذه الاثناء التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا هكا رشيتها بالقليل من السمسم او الجنجلان كما كتلاحظوا معايا، ممكن انكم ترشوها بالبافو.
فهاد الاثناء كنكونوش عندنا الفان وكندخلوها العافيه تكون متوسطه البنات، ما تجهدوش عليها العافيه، خليوها تطيب على عافيه اللي هي متوسطه، ونخليوها تقريبا 15 دقيقه حتى ل 25 دقيقه كتكون الكيك ديالنا او الفطيره ديالنا طايبه، ما كتاخدش نهائيا وقت طويل في الفان. انتوما كتلاحظوا معايا من بعد ما طابت الفطيره كناخذوا سربيته كنغطيوها باش ترجع ليها الهواء الهواء، وتكون الفطيره ديالنا رطبه. انتوما كتلاحظوا معايا من بعد ما غطيتها في هذا الاثناء كنحيد ليها الاطار، ما كتكونش لاصقه نهائيا البنات صدقوني، الا دهنتوا المول ديالكم جيدا بالزبده والزيت ما تلصقش نهائيا الفطيره. وبالنسبه للوقت كما قلت لكم البنات، الوقت اللي كتدخل لينا في الفرن الا كان الفرن ديالكم مجهد، من الاحسن البنات انكم ديو عافيه اللي هي متوسطه، ما تجهدوش الفرن بزاف لانها دغيا كطيب باش تاخذ وقتها وتطيب لينا من الداخل. انتما كتلاحظوا معايا الشكل ديال الفطائر ديالنا من بعد ما طيبتهم. انا هنا عملت جوج فطائر البنات، عملت الفطيره اللي شاركت معاكم في المول الدائري، وخلطت فطيره اخرى عملتها هكا في مول مربع، والاختيار كيبقى ليكم وكيبقى على حساب المول اللي عندكم. انتما كتلاحظوا معايا نقسم معاكم واحد الطايف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، صدقوني كتجي اسفنجيه كتجي لذيذه. تبعوا فقط المراحل وطريقه التحضير غتنجح لكم مليون في المية، وكتجي لذيذه. بالنسبه للتزيينه البنات، ممكن انكم تدهنوها بالعسل او المربى، ممكن انكم تخليو تزيين اللي هو بسيط ديال السمسم. انتما كتلاحظوا معايا القوام ديالها كتجي لذيذه البنات وكتجي اسفنجيه، مكونات اللي هما بساطين وطريقه التحضير اللي هي سهله وبسيطه، ما كتاخذش نهائيا وقت اللي هو طويل. كنوجدوا الفطائر اللي هما لذيذين في المذاق ديالهم ورائعين في الشكل، صدقوني البنات هاد الفطائر عملتهم للضياف صدقوني عجبوهم بزاف، لانهم جاو خفافين بحال القطن من الداخل. حتى نتوما ان شاء الله عتجربوهم وعتعرفوا علاش انا كندوي. فقط تبعوا المراحل وطريقه التحضير وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تفهموا الفيديو. انتوما كتلاحظوا معايا من الداخل كتجي قطنيه وكتجي اسفنجيه. انتوما البنات كتلاحظوا معايا كيفاش كتجي، كتجي كلها مجعبه بحال الشهده. حتى لهنا البنات انتهى الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله الا عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبكم المحتوى ديال الفيديو من طبيعه الحال، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ودعمونا بلايك وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وعلاش لا ما تشاركوش في مواقع التواصل الاجتماعي باش هكا ديما تتصلوا بالجديد وتزاد العائلات ديالنا في اليوتيوب، وديما نقدم لكم الجديد. خليتكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.